الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. دريم ركن دي إسلامنا هغا زكاة وركولي. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة؟ ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة وركول ذكر. لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. زكاة زكاة بايد معين أو دخاس مال نواخس تلشي إلى طائفة معينة الأصناف الثمانية يو خاص دلتا جاغا بينزي قسمة دي أغيلا وركول كيجي. نعم بمقدار معين بخاص مقدار سرا في زمن معين بخاص وخكي. الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل. زكاة بدو قسمة دي فرض أو نفل. الفرض ينقسم إلى قسمين، زكاة بدن هي زكاة الفطر في عيد الفطر بعد رمضان. زكاة بدو قسمة زكاة فرض دي هغا بدو قسمة دي يود زكاة بدن دي هغايت زكاة الفطر ويلي شي اختركي خلق وركي. نعم وزكاة المال الأموال اللي تجب فيها الزكاة أربعة او دوام زكاة دي مال دي كم مالونو كيش زكاة واجبيه هغا بسلور قسمة دي الذهب والفضة سبين او سرى وما يقوم مقام الذهب والفضة ريال دولار او هرسة دي بزيب اندوي لك دولار شو يا ريال شو يا روبي. نعم الثاني الإبل والبقر والغنم دوام كده أخ غوا أو قدي بيزي إذا كانت ترعى أكثر العام الهجري أو كل العام الهجري ولا يشتري لها علف جكلا أغا ترولكيجي بعام هجري كالكي ياد أغينا دير أو سوال أخسلكيجي نخرجة بني والخارج من الأرض الحبوب والثمار حبوب قمح شعير ثمار مثل التمر أو هر هغسيتي دزبكي نراوزي لك غنم شو كجورة شو عم دغسي وربشة شو الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة فواكه ميوي فروت أو سبزي بديك زكاة نشتا دي. نعم الرابع عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء لدي سوبر ماركت يبيع الأخشاب مواد غذائية الملابس هذه فيها الزكاة والله أعلم سالور قسم كذي أغا عروض التجارة دي تجارة دبارة هر يو شيء تيار شوي كأغا دوكان دي أغا سامان خرسي لرقي خرسي هر سجبكي باقي زكاة دي والله أعلم.